الحلم بيبدأ حلم وبيتحول إلى واقع. لو تفتكروا إحنا من 8 شهور أعلننا من خلال واحد من الناس عن أكبر مشروع للمرأة المعيلة في مصر، وكان معنا شركاء نجاح محترمين جدا، وكان هدفنا أن إحنا في عام واحد نساهم في تمويل ودعم 4000 مرأة معيلة، وعندنا أحلام أن إحنا نصل في عام 2020 إلى أكثر من 4 مليون مرأة معيلة. عموما البدايات الحمد لله والنتائج مبشرة. المؤسسة واحد من الناس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وشركة كوكولا في ظل مشروع المرأة المعيلة قدرنا نسلم 150 امرأة من الأرامل والفقراء في قرية الحرجة في محافظة بني سويف ثلاجات كوكولا وبضاعة لعمل مشروع بآلة تقدر منه المرأة المعيلة أنها تصرف على نفسها وعلى أولادها، ومستمرين في هذه الحملة إن شاء الله في كل أنحاء الجمهورية. نشوف التقرير. دلوقتي جوزي كان تعبان وعنده الغضروف وكان شغال الأول في الخرسانة والتعب، وجه الحمد لله عملنا له العملية بس دلوقتي ما بيقدرش يشتغل. فاني الحمد لله دلوقتي قدمت على مشروع بقالة وكده هقدر ان انا ادخل دخل ليا، وما اقدرش ان انا اخد حاجة من حد، وكده انا اللي هساعد جوزي وعيالي. جاي النهاردة استلم بضاعة تلاجة وحاجات غذائية عشان أصرف على عيال وأعرف أعلمهم وأودهم المدرسة. أنا بصراحة ربنا فرحت إن هو جايبين لي حاجات، إن أنا أعرف بدل ما أنا قاعدة كده ما بعملش حاجة في البيت إن أنا أعرف أدخل رزق لي ولعيال. ربنا يبارك لهم ويخليهم جايبين لنا حاجة يعني نوكل منها عيالنا ونصرف عليهم. جوزي راجل تعبان ويعني على قد حالي، فرحانة ومبسوطة والحمد لله، وربنا يبارك لهم ويخليهم اللي جابوا لنا الحاجات دي. نشكرهم جدا جدا صراحه ان تعبوا معانا، وفي التدريبات اكتر تعبوا، في واحده مدربه جات لنا تعبت معانا صراحه اليومين اللي فاتوا، فعرفتنا ازاي نحافظ على الحاجه وازاي نحسب وازاي نشوف اللي هيطلع مكسبنا وازاي الحاجه دي حلوه، المشروع ده حلو لينا، هينفعنا في ايه، هينفعنا في عيالنا. يعني جوز تعبان شغال على دراعه ما بيقدرش يشتغل، ان اشتغل يوم قاعد 10 في البيت، فانا لازم انا اساعد عشان عياله لو طلبوا حاجه ما تمدش ايدي لحد. ونشكر شركه كوكاكولا وواحد من الناس يعني جت ساعدتنا، ونشكر الجماعة اللي جم ودونا الدورة التدريبية علمونا فيها الحساب ونعرف نبيع ونشتري ازاي، وان شاء الله يعني مساعدتهم كويسة ونحافظ على المشروع ونحاول نزوده، وشكرا لهم يعني المساعدة بتاعتهم. تفاجئنا بالحاجات اللي هي جاتنا دي، يعني ما كناش مصدقين، تفاجئنا مرة واحدة كده. فالمشروع ده التلاجة والحاجات السلعة بتاعتها، ففرحنا يعني فرحت على واحدة عن نفسي، فرحت عشان هساعد يعني جوزه والدخل يدخل البيت وساعد معه والعيال يعني كده وكبرهم وساعد معه. احنا النهاردة في مبادرة لمشروع من المشروعات الكبيرة في مصر، هي مجموعة من المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة المعيلة، تمكينها اقتصاديا وإعانتها على المساعدة يعني في الحياة. كوكاكولا بتبع المشروع، هي والصندوق الاجتماعي والأمم المتحدة وجمعية واحد من الناس. طبعا احنا النهاردة في محافظة بني سويف وبدأنا نسلم في مجموعة من القرى. أول قرية النهاردة هي قرية الحرجة، تمام، وعدد السيدات اللي هيسلموا النهاردة هو 23 سيدة. المشروع عبارة عن احنا شركة كوكاكولا احنا بنسلم ثلاجة ومعاها كم من المنتجات لبداية الانطلاق يعني للمشروع، عشان تبقى حاجة معينة للسيدة اللي بتدير المشروع ان هي تبتدي تشتغل بيها. وان شاء الله تمام احنا مستمرين على مستوى الجمهورية كلها في مجموعة محافظات كتير، وهيبقى في عدد كتير جدا من السيدات اللي هيبدأوا معانا في المشروع ده ان شاء الله.